شمس بتغيب بالايام، حكاية صخر وتراب مرقت مثل احلام، حكاية امل حكاية زهور ومي وجلسات بالفاية، حكاية عمرها كلها غيوم، حكاية زهور ومي وجلسات بالفاي، حكاية عمرها هموم دنيا كلها غيوم، وغربي بها الكون الغريب حكاية أمل. طيب ماما، ليك الوقت بتحط الصحن زيادة للبابا، والبابا ما انه تاكل معنا، وينه؟ بقول بركي اجا فجأة، هيك بيجي دغري بياكل معنا. طيب، وين راح البابا؟ انت سكتي، ما بخصيك. خلص يا وسيم، مش هيك بيحكوا مع اختهم. انت ما بدك تاكلي معنا؟ هلا ما الي نفس، بعدين باكل. ماما، ما حدا عارف من اهل الضيعة وين راح البابا، ولا عمو عبدالله ولا المختار. بركي راح لعند خالتي أمينة. يلا يلا، كله عالسكت وبلا كترة سؤالات. أنا جاية. تبكي هيك؟ بكي ما بفيدك. طيب فهميني، شو صار؟ شو جد حتى راح فجأة؟ كنت مثل السمنة والسكر. وحياتك يا عمي عبد الله، سهرنا وتحدثنا وقمنا نمنا وما كان في شيء، بس كان قلقان وعم بيفكر مثل العادة. بشو كان عم بيفكر؟ سألته بشو؟ قال لي بالإنسان بالضيعة. بس سألته شو كان فيه بتفكيره، ما رد علي. قلت له مش حابب تقلي؟ قال لي مش قصة انه مش حابب، بس ما بده يكتر علي زعل ووجع راس. بالنهاية لابد ما نعرف وين راح. لو وقع شي مطرح، لو رامي حيله بشي مهوار، كنا عرفنا. بس الهيئة راح برات الضايعة. على كل حال المختار اتصل بالمغفر بضيعة ويد النصر وطلب منهم يعملوا تحريات ويفتشوا عليه. طب ليش أخذ منك يومتها 50 ليرة وقال لك بده يجيب له هدية؟ الظاهر إنه راح برات الضيعة. روحته هيك بتدل إنها عن سابق تصور وتصميم. ليش؟ ليش أنا بشو زعجته؟ كنت أعمل المستحيل تما يزعل. كنت معيشته ومحسسته مش ناقصه شيء. على القليلة وجوده كان خيمل علي وعلى البيت والولاد.
كان في حدا، كان في مين يقولوا له بابا؟ يا بنتي معلش، بكره البيع الصيدناوي جاي لهون ونفهم منه اذا راح معه وين نزله، قال له لوين رايح، راح يرجع وايمتى. انا لو مزعلته بكلمه ما كان قلبي محروق. معلش يا بنتي معلش معلش يا روقي، انا قدامك يا بنتي، اعتبريني بيك خيك امل، البكي والقهر بينقلبوا على صحتك، ولادك بعدهم بحاجه اليك، والبياع الصيدناوي اكيد جمعه الجايه بيمرق صوبنا. معقول ما يجي الجمعه الجايه؟ له عمره كل جمعه بيمرق على الضايعه، الا اذا جد معه شيء يمنع. اخ يا حبيب شو عملت فيي؟ ليش عملت هيك؟ شو كان ناقصك؟ شو كنت مقصرة معك؟ أمال أمال، هون بالضيعة كلنا نقول عنك رايقة وبتفهمي، الكل بيحفوا وحياتك، يا ريت عنا 10 نسوان مثلك كانت بتعمر الضيعة. شو بدها تعمر لتعمر؟ يدل علي وعلى الضيعة. أنت مؤمنة يا أمال، والمؤمن لازم يتكل على ربه، واللي بيتكل على ربه سبحانه وتعالى ما بيتركه. كتر خيره. طيب قومي تنفوت على البيت، يلا حبيبتي يلا. يعني يا حبيب بهالعملة يلي عملها جاب لها اخرتها لأمل. غريب، مدري شو بده يكون في بينه وبين أمل حتى فال. أمل بتقول ما في ولا أي سبب ولا في أي شيء بينه وبينه. فإذا ليش راح؟ قلت كشوش لي، معقول يكون قاتل حاله بشي مطرح انتحر؟ ما الشباب فتشوا الضيعة كلها، ما خلوا لا زاوية ولا قرنة ولا وادي ما فتشوا فيها وما لقيوا شي. بلكي بشي مغارة. كمان فتشوا كل المغارات بضيعتنا وبالضيعة اللي حوالينا. اتفضل. يعطيكم العافية. الله عافية. خير يا داغر شو فيه؟ بقلك رستم أفندي بركي فيك تروحي صوبه. مش هلأ، بعدين لشيل هالمخدة من ايدي. طيب يا داغير خليك مرتاح. ليك طمني، عرفتوا شي عن حبيب؟ لا، بس يا حرام رح تموت مرته. الله يرده لعائلته، مسكينة هالأمل. أنا لو مطرحه بحياتي ما برجع عالضيعة. ليش يا داغير؟ لأنه هو مخبر، وولاده مخبروا كمان. شو بدون يخبروا؟ إنه رستم أفندي بهدلوا وشرشحوا وكان راح يدعوسوا، وأمرنا نضرب له ولاده أنا ومسعود. وضربتوه؟ ما الأفندي أمرنا، ما قدرنا نقول له لا. يا عيب الشوم عليكم وعلى رستم أفندي، هيك بتعملوا بالرجال وولاده؟ ولك شو بدي أعمل فيك؟ ولك حتى أنت كمان صاير كلب لرستم أفندي؟ إيه ما بكفينا مسعود؟ ولك يا ريتني خلفت بسينه ومخلفتك ولا شلتك من بطن أمك. يا عمي أنا شو دخلني؟ كيف شو دخلك؟ إيه ما هن الولاد الشياطين كل مرة بتعدوا على بنت رستم. هالمرة سيقبت وكنا هونيك وأمرنا نضربهم، شو منقله؟ منقله لا؟ لك عمتين بكن تصيروا رجال بهالضيعة وتقولوا لا؟ شو بعرفني هيك صار. لو فيكن دم انت ومسعود ما كنتوا بتضربوا ولاد صغار وبتعرفوا بيون عطيلة بلا ايد وبلا اجر ولا من غير شر بهدلوا رستم أفندي لحبيب. بيظهر انه كان رايح يعمل معه مشكل فتعبى فيه رستم أفندي وبهدلوا وشرشحوا، وعشوي كان راح يضربوا بالكرباش. حلو حلو كتير. ومن امتين رستم افندي صاير سبع البرومبو ويقف بوجه حبيب؟ قوم قوم تشوف شو بده معلمك. وانت يا نادرة بس تخلصي التقطيب يرضى عليك ردي هالباب بس تروحي. وبدي اطلب منك شغلة يرضى عليك، مريقي لعند امل شوفيها اذا عايزة شي بدها شي وحاولي انك تسليها. قوم يا حبيب قوم قوم قدامي قوم قوم. من امبارح واليوم وبكره منك ومن حالي. لا لا
أنا ما بدي إياك تخاف، بدي إياك تضلي أمل الأبضاي وأخت الرجال. أنا بكون أبضاي وأخت الرجال إذا أنت مبسوط ومرتاح. يا زلمة، أنا بقول في سر إنه تيغيب حبيب هالغيبة هاي مش معقول. مهما كان السبب ما لازم يروح ويترك عائلته. بيلها قعد عندهم شوي، تقطع قلبي عليهم، ابكي دم. بس ظهرت قعد ابكي تنشف دموعي. بس بقولك يا عبدالله، ما رجال انت شباك كل شوي والتاني بتبكي. مش بإيدي يا مختار، مش بإيدي. وضعهم تعبان، تشوف هالأمر. الولاد الولاد يا حرام مسبوعين ما عارفين شي من شي. بس أنا اللي محيرني إنه واحد مثله وين معقول يروح؟ طيب شو بدي يعمل؟ كيف بدي يشتغل؟ زلمي ما تواخذني بهالكلمة يا عبدالله، بلا إيد ولا أجر. شو بعرفني؟ شو بعرفني مين بيشغله أو مين بيحن علي وبيعطف؟ هكل حال ما بتعرف يعني، لابد ما بكرة التحرية والشرطة بيعرفوا وينه وبيجيبوه. مختار حبيب مش ظاهر برات الضيعة فشخة؟ أول مرة بيظهر برات الضيعة اللي منزلناه أنا وياك على المستشفى وقت الحادث المشؤوم. بعرف بعرف، لا سمح الله يا عبد الله، لا سمح الله مئة مرة. يعني لو بوشي، لو إنه قاتل حاله حدا قاتله كنا عرفنا. طيب ليك يا عبد الله، ما بتعتقد إنه معقول يكون حبيب رايع ضيعة تاني زاير حدا بيعرف حدا؟ يا مختار حبيب ما بيعرف حدا برات الضيعة. يا عم ليش راح؟ ليش؟ لا أنا مش فايتي رأسي هاي الشغلة. هالحساب أنا ما كنت هيسبق. معلش معلش يا عبد الله، أنا برأيي تروق شوي، أنت حاجك عتلين هم يا زلمي، الله بيدبر. أنا مش عيد الهم نفسي، عتلين هم هيدي المرة. شوف هميري يا عرام، شفت إذا بدها تستمر على هالوضع اللي هي فيه بتموت، بتموت فقرة. تعرف أنا ما إلي قلب شوفها؟ طب إذا شفتها شو بدي قلها؟ لا يا مختار، أنا برأيي إذا بتشوفك وبتشوفني وبتشوف كل أهل الضيعة بينجبر خاطرها وبتنسى. لأنه إذا منتركها أي شيء هيك مثل ما هي ما نحس عليها إلا راحت. يعطيك العافية يا أمل. الله يعافيك. يا أمل ليش متعبة حالك هالقد بالشغل؟ شو صاير عليك؟ ومين بده يشتغل عني؟ حبيبي اللي تركني وراح. يا ريت بعرف لوين راح وليش عمل هيك، مع إنه كنت معاملته أحسن معاملة. يا أمل بدي أسألك سؤال، يعني هيك من شي كم يوم حسيتي إنه الأولاد منن على بعضهم، يعني كأنه حدا ضربهم أو نازل منن دم؟ لا ليش؟ عرفت إنه زلمه لرستم أفندي ضربوا الأولاد، راح حبيب حتى يسألوا ليش، فقام رستم بهدله وشرشحه قدام رجاله، فرجع حبيب مقهور وزعلان. معقول؟ وسيم؟ فادي؟ نعم ماما. تعوا لهون وسيم. فادي، صحيح انه من كم يوم رجال رستم ضربوكن؟ جاوبوني ليش ما عم تردوا؟ قولوا الدغري. يا امي كنا جايين من المدرسه، بترسم عم تلعب حصان خشب، قرب منا وسيم بده يركب على الحصان، بلشت تبكي وتصرخ، شافونا رسوم رجاله وقرب منا داغر ونزل فينا ضرب القضيب. ايه وبعدين شو صار؟ جينا على البيت عم نبكي وخبرنا البابا، فطلب منا انه ما نخبرك حتى ما تزعلي. ايه وبعدين؟ راح البابا بس نحن ما عرفنا شو عمل هو ورستم، بس لما رجع كان زعلان وشفناه عم بيبكي ورا البيت. كان عم يبكي؟ وليش ما خبرتوني؟ البابا قال اذا خبرناك بده يضربنا. فاذا هيها الاسباب، ريتو تجيهم ضربة عقلوبهم. أنا بفرجيك يا رستم أنت وكلابك. روقي روقي يا أمل، حاجة عاملة بحالك هيك قدام الأولاد حرام. وحياتك يا خالتي شوشلية، يا أنا يا هني، أنا بفرجيهم. لا يا أمل، لا يا أمل، شو ما بتعمل؟ ما بتهربي بعيدك بإيدي؟ أنا بدي أعرفوا قيمة نفسه يا رستم. ما راح أدكك هاتي هاتي هالبارودة من إيدك، حرام عليكي، هالأولاد لمين تركتيني يا مجنونة؟ لالله
خليني اشفي خليلي. اتركي هالبروده من ايدك، الله بيأذيهم، منك لا اكرم ولا اعدل منه، اتركي هالبروده. كيف بدك ياني اروح؟ من بعد شو؟ من بعد ما خربوا لي بيتي وهشلوا لي جوزي وتركوا اولادي بلا بي؟ من بعد شو؟ بسيطة، أنا بفرجيهم مين هن ومين أنا. طيب طيب مثل ما بدك، بس حرام عليك رح تفقعين لهالولاد. حاجة تبكوا يا خالتي، معلش يروقوا، هلا الماما لوحدها بتروق. روقي خلص ما بقى في رواق، إذا ما عرفت وين حبيب وما إجا على البيت يا أنا يا هن بهالضيعة. روقوا روقوا حبيبي روقوا، خلص روقوا روقوا. شباك يا عبد الله؟ والله مختار ما عاد يطلع بايدي شغل ولا اعمل شيء، رفت حياتي يا زلمه. بعرف يا عبد الله بعرف، هي الخبريه منا هينه، بس روق يا زلمه عيب، عامل حالك مثل النسوان، انه وين بده يروح ويختفي حبيب؟ لابد ما يرجع او الشرطه تخبرنا عنه شيء. روق انا اللي حرق لي قلبي، اللي كان استعرض هذا رسته. بسيطة بسيطة، روق روق يا عبد الله، قالوا الله. كفوا انتوا على البيت، أنا بدي أحكي المختار وعبد الله كلمة. صباح الخير يا إخوان. قلنا صباح الخير. شو القصة؟ في افهم شو عم بصير بالضيعة وليش عم تعملوا معي هيك؟ ما في لزوم، لا نخبرك ولا نفهمك، المفروض فيك انت تعرف السبب. لما بتعرف السبب بيبطل العجب، ما بتعود تسأل شو القصة وليش. اللي لازم افهمه انه بدكن الناس تتعدى علي وما دافع عن حقوقي، انه يهونوا كرامتي وقال لهم محلى الكحل بعينكم. يا رستم نحن ما بنقبل حدا يهلك كرامتك، وانا كل عمري دافع عنك، بس بدك ما توخزني بالآخر، أنت خليتني غير هالموقف. يا رستم أفندي، ما بعتقد إنه قصة أولاد اختلفوا مع بعضهم بتكون إهانة لحضرتك أو تعدي على كرامتك، والرجال مثل أفضالك ما بيشغل عقله بهيك قصص وبيتصرف هيك تصرف. أول مرة سكتنا، وتاني مرة سكتنا، وتالت مرة سكتنا، شو مضل ساكتين؟ حملنا الإهانة من مرة قوست علينا، كسرنا الشر وسكتنا، اتمرجل علينا الخواجة حبيبي وعمل قبضاي وسكتنا، وبعدين؟ وبعدين كان لازم تضل ساكت، لأنه الوعي الكبير هو اللي بيحمل الوعي الصغير، والعفو عند المقدرة، مش تهجم على الرجال بتبهدله وبتعايره بإعاقته وبتجرح له كرامته، وقال شو؟ تهجم عليه أنت والقبضايات تبعك بدكم تمرجلوا عليه كمان. وبتخليه يهجم من الضيعة تحرم مرته وليده منه. يا ويلك من الله يا ويلك من الله. يا عمي مين قالكم إنه أنا هنت له كرامته وعيرته بإعاقته؟ مش صحيح. صحيح ونص، ما حضرتك داير أنت وزلمك بالضيعة تخبره كيف هجمتوا عليه، وكيف حضرتك كمان هجمت عليه وقال عنت فيك إنك تضربه بالكرباش، ولك يا ريتك عملتها. مش صحيح الحكي. شوف يا رستم أفندي، إذا بدك تضلك تتصرف هيك تصرف مع الأهالي بهالضيعة بهالعقلية القديمة هاي، رح تصير منبوذ من الكل وتروح تعيش لوحدك. عم تهددني يا عبد الله؟ إذا بتعتبر كلامي تهديد لحضرتك بتكون غلطان. أنا كلامي لحضرتك انذار، كلامي لحضرتك توعية، لأنك إذا بدك تضل تتصرف هيك مع الأهالي رح تهد الضيعة عليك وعلينا. الحمد لله الحمد لله. أنا بكرة ما بقدر أروح على المدرسة. ليش يا خيي؟ سكوت أحسن ما أمي تسمع وتيجي تضربه. أنت ما بخصك سكوت. يلا يا أولاد تعشيتوا ريتوا صحتين، يلا قوموا ناموا. وبديك تخبرينا حكاية قبل ما ننام؟ هلا وقت حكايات يا نبيلة. يا ريت التيتا بعد عيشة أو البابا. طيب طيب بكرة ببقى بخبركم حكاية، يلا قوموا ناموا. يلا قومي نبيلة، قومي حبيبتي. با.
يعطيك العافية ماما. شو وسيم بك شي؟ جدو عبد الله بعت لي تتروحي لعنده على الدكان. ما عرفت شو بده؟ ما بعرف، بس شفت عنده بيال قماش، بلكي بده يشتري لك شي. طيب، فادي بكفي الشغل لليوم، روح انت وخيك على البيت، انا رايح لعند عمو عبد الله. يلا. انتبهوا لاختكم. سلامته، شو قال الحكيم؟ الحكيم قال انه لازم يرتاح وما يتعب، ووصفوا له حبوب. زعلتني بهالخبريه، بيك ما بيستاهل، زلمه ادمي. والله يا عم اللي بيجي من الله يا محله. صحيح، بس غريب، انا من مدي صغيري شفته هان وما كان بو شي. من يومتها وقع بالليل وصار يصرخ، وحكمته عبقه وبلش يعرق عرق بارد. سلامته، الف سلامته. شو يا عمي عبد الله؟ عرفت شي؟ فهمت شي؟ وحياتك يا ست، مش انا اللي كنت عم بيع من مدي، هيدا بيي. ايه وما بعرف مين نزل معه، على كل حال بكره بسألك اياه وبجاوبك. طيب. طيب بتريدي شي مني هلا تاخدي شي؟ هلا لا، غير مره. طيب خاطركم. مع السلامه. خاطرك يا عم. ما تنسى تسالنا الوالد. الله يسلمك. سلم عليه. الله يسلمك. اخ ما استفدنا بشي، خلص ما رح نقدر نعرف شي عن حبيب. اتكلي على الله يا بنتي، لا تقطع الامل. يا ريت بعرف وينه ومين عم بيهتم فيه. يا اخي تفولي له، هاي سمعتي بدايتك، رح يسال بيو ويجاوبنا. يا حصلت علي وعليك يا حبيب. يا ايش تنبيه؟ يه ما بعرف يا عمي عبد الله، مش مطمن بالي، حسسني قلبي انه حبيب راح ما رح يرجع. لا يا بنتي ما تقولي هيك، يمكن بيكون زعلان من شيء، اخذ على خاطره من شيء، ان شاء الله ما بتشوفيه الا واصل. وبقيت أمل بالأرض مشغولة، وحد منها ولادها القصار، وبقيت عجنح الهم حمولة، تريشوا صغار وصاروا كبار، وبالعاطفة والحب مجبولة، وناطرة يرجع حبيب الدار. بس يا شباب بطلوا ولاد. وسيم فادي بكفي. وحدة يلا شباب بكفي شغل. امي بكي شي؟ امي اذا تعبانه روحي على البيت وانا فادي من كفي. لا لا خلينا نرجع، هلا اختك بتكون حضرت الغداء. طيب اعطوني العدة خليني اخبيها هون. هدي حطهم جنب الحيط. سبقوني هلا بلحقكم. لوين رايح؟ مشوار صغير وبرجع. طيب ما تتأخر. قربي نرتاح شوي. اوسي عليك وسيم. وينه فادي؟ كيفه؟ ليه عم تسألوا عنه؟ فادي مش فضيلكم، فادي عنده دروس ومش فاضي يدور على عروس، بينما انا وسيم شبيككم لبيككم عبدكم بين ايديكم. عرفت انه بنت صاحبك رستم اجت من المدرسه وبدها تقضي الصيفيه هون؟ لا ما عرفت ولا بدي اعرف، بعدين هيدا الكلب منه صاحبي. ودخلك ليش تغير لونك؟ بعدك بتحبها وبتحب تعذبها؟ انا لا بحب حدا ولا بدي اعذب حدا. يا عمي ليش زعلت؟ ما قلنا لك شي زعل. لانه بعرفكم وبعرف نواياكم زعلت وخلص، ما بقى تحكوا معي، زعلت عن جد وما بقى تحكوني، سنقف سنقف وخلص. يلا ويلي يلا قوم قوم. Thank you.
شاء الله طبخي يعجبكم. أكيد بده يعجبنا. يسلموا يديك يا بنتي. وينو خيي وسيم؟ ليه ما أجا معكم؟ وسيم مثل عادته، غير ما يفطل بالضيعة ما بيهناله عيش ولا بيرتاح باله. نياله بيقدر يبرم ويفطل ويمشي. فادي بدك تخفف الشغل شوي، لازم تراجع دروسك، هالسنة عندك تقديم ولازم تنزل تسجل حالك بالجامعة. طيب وسيم شو بده يعمل؟ وسيم مش مثلك، مش مهتم بالشغل ولا بالعلم. هيئته رح يبقى هون بالضيعة معي ويشتغل بالأرض. شو؟ سبقتوني بالأكل؟ جوعتنا. وين كنت؟ شو هالأكلة هيدي؟ كوسة؟ هي طلع ديني من الكوسة والفاصوليا والبرغل. شو هالعيشة هيدي؟ لو بتهتم بالشغل قد ما بتهتم بطق الحنك كنت بتجيب الأكل اللي بدك يا خيي. انت سكوت وما خصك، ما حدا عم يحكي معك يا حضرة الحكيم. لو بتعرف مين شفت. مين؟ حياته سلوى وسألوا عنك وخبروني انه ليلى بنت رستم اجت من مدرسة الداخلي وبدها تقضي الصيفية بالضيعة. اوعى تتعاطى معها، بزعل منك، فهمت؟ نسينا فصول بيا، لازم تعتبرها بعدها داخلة بالمدرسة وما اجت على الضيعة، فهمت ولا لا؟ وين شفت حياته سلوى؟ شفتهم، مش ضروري تعرف وين. ليك يا ابني، ما بيسوى تضحك على بنات الناس، عيب. الله بجزيك، إذا بدك تتجوز بكرة أنا بلاقي لك بنت الحلال وبجوزك إياها. ما تخلي الناس بالضيعة يستلموك. الحمد لله على السلامة رستم أفندي. الحقيقة ربيت ولقيت وبحق لك تشوف حالك. اسم الله عليا، صبية قد الدنيا. مرسي. شو كل مين ربى وعلم متل رستم أفندي؟ صبية بينشاف الحال فيها، جمال ومال وغنى. اسم الله عليا، صبية قد الدنيا. رزق الله، رزق الله. لما ولدتها كانت ضعيفة ومثل الحسكة يا حرام. بس هلا اسم الله عليا، اسم الله. بتتذكر لما كنت أقطع حليباتي عن ابني تأجي رضعها؟ اسم الله عليكي يا ليلى، اسم الله عليكي. لازم تعتبريني مثل امك وولادي اخوتك، وخصوصي هيدا الصغير خيك برضعها. كلكن ذوق. شفتوا؟ شفتوا كيف الواحد بيربي وبيلاقي؟ روحوا خبروا، روحوا اعطوا دروس عن بنت رستم. بعدين شفتوا سيارتها الواقفة برا شو حلوة؟ سبحان الله، سنين كيف مرقت بسرعة. كنا بهالضيعة مقطوعين عن العالم. هلأ صار في عنا كهرباء وصار في عنا طرقات وما كان حدا يقدر يتعلم. هلأ كل الناس بتتعلم. وحياتك، قريباً جداً رح يوصل التليفون. من كم يوم كنت بحديث مع معالي الوزير، شو بيقول لي؟ ولو يا رستم أفندي، تكرم عينك، انت غالي وطلبت رخيص. يعطيك العافية بيك. معلوم، لازم حدا يطالب الوزير ويقابله تيصير عنا تليفون. ليش مين في عنا بالضيعة غير رستم أفندي؟ شكرا 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 يا شباب. بتقومي يا نادرة تنروح؟ حاطي هالغسيلات على النار وهلأ بكونوا عم يغلوا. منروح. الحمد لله على السلامة. خليكن قاعدين يا جماعة، ما حدا منكن يوقف. نرجع لعندك بعدين رستم أفندي. يلا يلا بخاطركن. خاطركن. ما تواخذونا يا إخوان، نصينا نضيفكن شي. عيب يا بابا، كان لازم نضيفكن شي. الجماعة جايين تيسلموا علي. بسيطة يا عمو بسيطة، ما حدا غريب، كله من أهل الضيعة. ولو كان عيب. لشو دخلك؟ ما القهوة بتعلي الضغط والشاي بيقلي، هيك احسن مشان صحتهم. يا بيك هيئتك نسيت المفاجأة. بك عفايتك يا مسعود. قومي بابا، قومي 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 بابا. تعال 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 تعال. هلا بتعرفي. طلعي هوني، حذري لمين هالحصان. لمين؟ هيدا هدية إلي. لا
وحياتك لجيب لك احسن سيس يعلمك ركوب الخيل. وانا وداغر بنقول لك مبروك. ميرسي. اذا امرنا شيء باك سلامتكم، الله معكم. ميرسي بابي، كثير حلو الحصان. اهلين. ليك بس بدي منك شغلي. شو؟ هالصيفيه بتشم الهوا كله على الحصان. بس ما تتعطيلي مع حدا من اهل الضيعه. لا في حدا خرج اتعطى معه هون. خلي لي اياك. وليش انا عندي غيرك يا ليلى؟ ليك الحصان بدك تنتبهي له كثير، بدك تعطفي عليه وتصادقيه منيح ودائما تطعميه جزر وسكر، بيحب الغنج والدلع كثير. شو أمي عم تبصري؟ من أنتين صرتي بالصارة؟ يا ابني أنا شو بعرفني بهالشغلة، بس هيك عم تفرج بهالفنجين عم صلي حالي. وما زال ما بتعرف تبصري، شو بدي أعرفك شو فيه؟ هيك بتفرج. شو شلية بتعرف؟ شو شلية ما بتعرف إلا تحكي وتولد نسوان وبتخدم هالكلب رستم. فادي بكفيك درس، هلأ بيتعب عيونك، ريح حالك شوي. معك حق يا أمي، صاير عم حس كان لازم لي عوينات. ايه وانا عم حس انه صار بدي بيجامه جديده. بكره بس تنزل تقدم فحص بدك تروح لعند حكيم يفحص لك عيونك. شو الظاهر امي؟ ما سمعتي انا شو بدي؟ عم قلك بدي بيجامه، مش عايب تفرجي. ايه علينا، مش وقتك وقت ثيابك هلا. خلص بكره بشتري لك تكرم، وانت بشتري لك فستان كمان. انا ما بدي شيء. وسيم روح عيط لعمك عبد الله وشوف ليش تاخر. تكرم فادي. انت بكره بتصير حكيم قد الدنيا وبتحصل على اللي بدك اياه، بس خيك رح يبقى هون ويشتغل بالارض مثل بيك وجدك. امي عسيرة بي له اكثر من 10 سنين غايب ومش معروف عنه شيء، دخلك ليش ما بنحكي مع هالمختار حتى يعملنا وثيقة وفاة تنعمل حصر ارث؟ شو عم تحكي؟ اياك تجيب هالسيرة على لسانك، اوعى تفكر بهالموضوع. طيب امي ما بقى اجيب هالسيرة، روقي. لازم تعتبروا بيكم بعده عايش معنا. بالنسبة لإلي ما مات. فوت عم رو فوت. الله معكم. يا شو بها؟ شو في؟ ليه عم تبكي؟ ماشي مش عم ببكي عبدالله. انت بكفيك شغل، صار لازم ترتاح وتجي تسكن معنا. أعوذ بالله يا عمي، بدك تموتيني؟ أنا إذا بقعد بلا شغل بحس معيد إلي عايزي وناطر الموت. شو قصتكم يا عمي عبد الله؟ بتشتغلوا كل حياتكم ما بتعملوا نتيجه وراح تموتوا من الشغل، خلص اقعد ارتاح. ولا شو الانسان حتى يعيش كسلان ياكل وينام، لما حتى يحر ويور من بيت لبيت. بكره بتشوف كيف بيكون الشغل وكيف الانسان بيعمل نتيجه وكيف بيجمع مصاري. انت بتضحك يا وسيم، انه بدون ما تشتغل وتعرق وتتعب كيف بتنتج مصاري وبتعيش؟ يعني الانسان غير بعرق جبينه ما بياكل خبزه، ما هيك عمي؟ غسيل انت خارج شم الهواء وقفل الوقت وبس، لازم نشوف لنا شي عروس معها هبوسه كبير هيك ونجوزك اياها. ماما طنجر على النار. ايه ان شاء الله ما تكون احترقت الطبخه. يدل عليكم شو غاويين فقر. صار لي مخبزت؟ قديه جمعتين؟ لك لا، صار لي شي شهر ونص. يا شي حسر علي انا قديش باكل، انجع لحق الرغيف بالنهار. وليه مكترة العجلة؟ ما زي ما عندك مصروف خبز. قلت بخبز لي عشية 3 أشهر، يعني انت بتعرفي صار ما إلي جلادة اقعد حد النار والصاج. يا تب شو شلية؟ صبحكم بالخير على البركة. يسعد صباحك، تفضل. البركة تجيك. اللي في إلي معك شي مكتوب؟ معلوم، ما كل شهر بيجيكي مكتوب. تفضلي. سلم إيديك، اقعد اقعد تعمل لك فطيرة سكر. وحياتك هلا افطرت، ريتو يبرك. يا زلمة، اقعد ارتاح لك شوي. لا لا خلوني روح، خاطركم. مع السلامة. الله معك. بتعرفي شو في بهالمكتوب؟ شو في؟ شو بدي أعرفني؟ في $100. ها وهي $100.
الله يرضى عنه شو أوادم. دخليك شو أخبارهم بعد غربة؟ كثير منيح غالي، صار عنده 10 محلات عصير فواكه وبيته قصر ب3 طوابق. اسم الله. وصار عندهم ولدين يخز العين عنهم وعم بيعلمون بأحسن مدارس. الله يخليلهم ياهم. اسم الله. تعرفي هلأ بس نخلص الخبز بروح أنا وياك لعند عبد الله وبخليه يقرأنا المكتوب. دخليك كيف بيقولوا إنه البحر بنسي؟ شو بدك بهالحكي؟ كله بيرجع للأصل وغالب ومرته ومأصلين وأوادم. بس خلص ترويقتي بدي أعمل مشوار على الحصان. عال كيف صرت تبرك بالخيل؟ صرت خيل عليه مثل ما بدي لو بتشوف قدي بحبنا. ايه بس بدك تنتبه يا وإشي مرة يغدرك ويكبك عن ظهره بيسترجع ما بخليه. عفيكي هيك بدي اياكي قوي. وانت شو بدك تعمل اليوم؟ انا كنت قايل بدي انزل على المدينة بس رح اجل لبعدين. طيب بدك مني شيء؟ لا بس انتبهي لحالك ومثل ما وصيتك ها ما بدي اياكي تحكي مع حدا من اهل الضيعة. بالإذن. هيدا الأكل كله ما بينفع لنقوم على دفتر الحسابات. حابي؟ ايه حاضر تفضلي. خليني اسمع. هيدا منيحة للشتي. تعبت ما بقى بدي اشتغل. حبيبي ارتاح لك شوي. انا رايق على الضيعة. طيب ساعدني بعد شي نص ساعة وتبقى روح. تكرم عينك. بكره بدي خليك تصيري ست الستات، بدي رايحك من كل هالشغل. الله يخلي لي اياك. Thank you.
شوفي نبيلة، شو بك يا أختي؟ شو بخبرك؟ شو بقلك؟ بكره أنت بتنزل على المدينة تدرس، وخيي هون بيتجوز، وأمي أنا، وأنت كمان صرتي صبية وبكره بتتجوزي. يبدو يتجوزني بنت عمي. أختي ما تقولي هيك، بكره أول ما أتخرج وصير طبيب بدي أهتم فيكي وبعيونك كمان، بيصير أحسن شاب يتمنى يحكي معك. يعني بتضلك فيق لي؟ أختي ليه عم تحكي هيك؟ أنا كم أخت عندي، بعدين أنت بتعرفي أنا قدي بحبك، ما هيك؟ يا ريت إن شاء الله، لأنه صرت كتير مش عم بقشع، يوم عن يوم عم بخف نظري أكتر. وحياتك مش رح أنطر حتى أتخرج، لا، أول ما أنزل على المدينة رح شوف أهم اختصاصي بجراحة العيون وأخذك لعنده كمان. يا ريت فادي، يا ريت. هيك رح أعمل، أنا مش ممكن أنساكي نبيلة، ما أنت أختي. ماما أنا رايح. طيب ما تتأخر حبيبي. طيب. فادي، فادي استوي الطبخة، بدك حط لك لنتغدى؟ لا أختي بعد ما جعت، بدي روح أتمشى شوي، زهقت من الدرس ومن الكتاب. طيب بس جوع قلي تأسكب لك. أنا راي عند أمي وعند خيي، بركي منيجي سوا هيك منتغدى سوا. بدك شي؟ مثل ما بدك. ليه عملت هيك؟ أنت مين؟ أنت وسيم؟ عفاكي أنا هو. بعدك تلبيس وشيطان مثل أيام زمان؟ وصرت ملاك كمان. وانت بعدك بتبكي وبتتغنجي؟ بتغنج بعدني، بس ابكي؟ لا، صرت بكي غيري. بس مش كل الناس. إذا مش الكل أكتريتهم. الأكيد أكيد أنا مش منهم. دخيلك شو هالضيعة اللي بتزهق؟ رح خلي البابا يروح يسكن بالمدينة. ركبيني على الحصان. ليه أنت بتعرف تركب خيل؟ يا أكيد بعرف أركب ولا؟ لا، وبركي وقعت. بوعدك إني ما أوقع، بوقع غيري كمان. ليلى لازم شوفك. شو بدك بهالخبرية؟ ليه بقى؟ مش قد المقام؟ البابا منعني أحكي مع حدا من أهل الضيعة. يدخله؟ ليه؟ أنا مو بعرف، هو بيعرف. أنت شو بدك بهالحكي؟ ما تخافي، لازم شوفك. لا. طيب وين بدي شوفك؟ ما تعتلي هم، تركي هيدي الشغلة لي، ما بتشوفيني إلا حاضر ناضر حدك. لا لا. عجبك يا أمي؟ شو بك يا فادي؟ وسيم، وسيم مثل قلتها معه. شو عمل؟ كان واقف هو بنت رستم ليلى، عم بيطق حنك معها، عم بيتقل دم عليها. وكيف عرفت إنه عم بيتقل دم عليها؟ وسيم خيي وأنا بعرفه كتير منيح، مش معقولة هالصبي، كان يسمعش كلمة تروح تخبر بيها، يعملنا مشكل معه من جديد. طيب طيب، شو بدك فيه؟ هلا أنا بحكي. شو بدك تحكي لها تحكي يا أمي؟ مش معقولة هالصبي، ما عنده عقل، ما بيفكر، مضيها اللعبة بلعب، طق حنك وهبل. انت اسكت وما خصك، مين دعسلك عدنبك؟ ايه بلا قله ادب وزين كلمتك قبل ما تقولها بقى. بس يا فادي وانت يا وسيم اسكت. ما بدي اسكت، بدي اعرف منه مسؤول عن تصرفاتي، مسؤول عنا شيء انت؟ انا اكبر منك ومسؤول عنك يعني؟ لا فشرت، منك مسؤول عني. اسكت يا وسيم. ما بدي اسكت، يضربني شي كف اذا بده. يا ولد خلص يا عمي، خلص يا ولد بكفي. وسيم فادي فادي.
صخر وتراب مرقت مثل أحلام.